نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الغربية حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وشهدت نقطة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالغربية إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، مؤكدين أن هذا يعد واجب عربي عليهم، كما يعد نوع من أنواع الدعم للأشقاء في غزة، وذلك في إطار دعم الدولة للقضية الفلسطينية. نزلنا النهاردة زي ما احنا متعودين من كل الكيانات الشبابية وكل المؤسسات وكل الناس اللي بتدعم الوطن، نازلين مؤيدين للقضية الفلسطينية ومؤيدين انها قضية أمة، وان لازم اننا كلنا نشارك، وان لازم كلنا نقنع اهالينا واخواتنا ان هم يكونوا متواجدين النهاردة علشان حملة التبرع بالدم لاخواننا الفلسطينيين، وعلشان دي مش اول مرة ننزل بقوة وكثافة كده ونقدم الدعم لاخواننا الفلسطينيين. ومشكور سيادة الرئيس اللي مدينا الفرصة اننا بنقدم كل الدعم وبيوصل لاخواننا دايما. دي اقل حاجه نقدمها لهم، يا ريت لو نقدر نقدم حاجه او نقدر نوصل لهم، بس ده يعني ده اللي في ايدينا. فبنشكر اي حد زي الحمله ديت ان هو قدر ان هو يخلينا احنا نعمل حاجه نوصلها لهم.